احنا معانا على التليفون دلوقتي دكتور محمد وفائي، المعالج الخاص لكابتن حمدي فتحي على التليفون. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ومبروك طبعا على التتويج، ومبروك لكل الاهلاويه. كنت طبعا يعني عايزه كنت اتكلم مع حضرتك عن الحاله، طبعا الحاله الصحيه او الفتره العلاجيه اللي كان بيمر بيها كابتن حمدي في الفتره الاخيره كمان. أول حاجة أنا بحب يعني أسلم على الكابتن هاني رضا. مساء الخير يا دكتور، أهلا منور. إزي حضرتك كابتن؟ منور منور بيتك في قناة النادي الأهلي يا دكتور، وإحنا كلنا ثقة فيك. معاك يعني كان بتعالج كنز كبير جدا، وواثقين طبعا في قدراتك، واثقين كمان في حمدي. كان بيشوفنا أكتر ما بيشوف عياله. يعني صراحة كابتن حمدي من أحسن الناس اللي أنا اتعاملت معاها في الكورة، يعني راجل محترف بمعنى الكلمه. احنا قعدنا مع بعضينا من اول الاصابه، كان في شهر 11 بتهيألي لو انا فاكر صح. راجل كان بيجي يعمل سيشن بتاعت العلاج الطبيعي في النادي وبره النادي معايا، ومكملين مع بعضينا مشوار كده من اوله لغايه بتعليمات الدكتور بتاعه في المانيا. والحمد لله عملنا شغل كويس جدا. هو كان مثال للعيب المحترف اللي عايز يرجع الملعب 100%. حتى في فترة الكورونا يعني مش عايز اقول لحضرتك، يعني احنا كنا عاملين مكان كده لنفسينا انا وهو، الدنيا كلها ضلمه وبنقعد نتمرن وبنقعد نعمل سيشن، يعني حاجه كده كانت جميله. يعني ما شفتش كده في حياتي صراحه. هو يا دكتور كان يعني بيشوف حضرتك اكتر ما بيشوف اهله، والعكس كمان، يعني حضرتك كنت بتشوفه اكتر فترات. قعدنا مع بعض 6 شهور، يعني صراحه يعني هو انسان محترم، هو يستاهل اكتر من اللي هو فيه. ربنا يبعد عنه الاصابات ويخليه دعم لينا كده في النادي يا رب. ودعم في وسط الملعب دي حاجه، ده كنز معانا كنز صراحه. والشخصيات اللي زي حمدي من الشخصيات كمان اللي بتساعد الطبيب، يعني انت لما بتلاقي لعيب بالظبط، يعني الفترات خلي الدكتور يعني شغله يبان على طول، ويخليه يعني يبقى يطلع زي يبقى سوبر ستار في المهنه بتاعته لو معاه لعيب محترف زي. صحيح، يعني الالتزام، وكمان قدرته يعني قدرته على التشافي بتبقى اسرع شويه، ويبقى كمان على مستوى انت اكيد ده حسيته من خلال رغبته انه ساعات ما تعبكش شويه في عمليه الاستعجال. انا عارف لعيبه الكوره دايما بتيجي على اخر 10% كده، يقول لك الخامس للشهر السادس اكني بتعامل معاك الصغير. يا كابتن اهدى يا دكتور، عايز ينزل الملعب. مظبوط. كان بيقول لك ايه يا دكتور؟ من الشهر الخامس للشهر السادس ده حضرتك اجني، يعني يقول لي طب انا هجري بكره. يا حبيبي لسه فاضل اسبوعين. يقول لي طب هي هتفرق على ايه الاسبوعين؟ اقول له ده يعني كتير، احنا ليه مستعجلين؟ احنا مش مستعجلين في حاجه. بعد كده اول ما الكورونا يعني رجعنا التمرين في النادي، طيب انا عايز انزل التمرين. طب عايز العب دايره، ما هو اكيد جاب سيره الدايره. طب ادخل التقسيمه وابقى جوكر. ايوه حبيبي لسه يا كابتن مش هينفع. بس صراحه يعني هو كان كل مره بيطلع اللي جواه، بس كانت تسمع كلام متحمس بس مش متسرع. ما الحمد لله دينا شفنا، هو لو كان اتسرع يعني حضرتك اللي بتفرمله. حقيقي صراحه انا والدكتور خالد، يعني بصراحه الدكتور خالد يعني كان برضه ماسك معايا دكتور معلم خالد يعني. ده مهم جدا، ان كمان في الفتره وحمدي يعني انا مريت بنفس الظروف، يعني وكنت مستعجل جدا. الواحد بيبقى يقول لك طب ان شاء الله العب دايره، طب اخش في تقسيمه صغيره. فكل دوت احساسه وحماسه انه عايز يشارك وعايز يرجع للملعب، ده شيء مهم جدا. لكن كمان على المستوى الطبي اعتقد انت قمت بدور كبير كابتن محمد، وكابتن والدكتور خالد كمان قام بدور كبير جدا. صراحه يعني هو انسان محترم، واحنا نخدم النادي الاهلي حضرتك في اي وقت واي حد واي مكان، يعني نقدر فيه نساعد النادي الاهلي واللعيبه بتاعتنا ان هم يبقوا واقفين على رجليهم عشان نحقق كل البطولات. وانا الحمد لله يعني انا اول سنه ليا في النادي، دي اول بطوله اخدها، بطوله الدوري. دي يعني بالنسبه لي حاجه في السي في، يعني انا اصلا ما يعني شرف الواحد يعدي جنب سور النادي الاهلي زي ما اللعيبه بتقول. ده برضه في الطب يعني اقصى طموح دكتور العلاج الطبيعي الصغير يقول لك في يوم من الايام ابقى اخصائي العلاج الطبيعي للنادي الاهلي، فريق الكوره الفريق. وفي الاعلام برضه يا دكتور محمد. الحمد لله والله. منور النادي شكرا الاهلي. شكرا ليك يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. اشوفك بكره. هلا بيشوفك بكره الساعه كام يا دكتور؟ الصبح بدري بقى.